إذا الآن سيوافقني اللي كيكون معي في هذه الرحلة اللي هو عبد الصمد، واللي غادي ناخذ واحد الجولة وغادي نحاولوا أننا نشوفوا المتعة والجمال ديال هذه المدينة، المدينة التي تعتبر مدينة الأحلام بلا منازع، لا أحد ينازعنا في هذه القبضة وفي هذه الروعة. هناك اكتضاد، هناك حركة، وهناك كمال، هناك انجذاب، وهناك الجمال والروعة.